انطلاق هذه الأشغال جاء بعد رفع كل العراقيل الإدارية على هذا المصنع المختص في إنتاج وتحويل الخضر والفواكه بولاية جيجل، مشروع سيدخل حيز الاستغلال خلال الأشهر القادمة. هناك أربع وحدات إنتاج، وحدة إنتاج زيت الزيتون، وحدة إنتاج العصائر، وحدة تجميد الخضر والفواكه، ووحدة تجفيف الفواكه. فراح نوظفوا حوالي 200 منصب شغل مباشر و 500 منصب غير مباشر. انطلاق وحدة زيت الزيتون شهر أكتوبر، وباقي الوحدات يدخلون تباعا إن شاء الله. هذا المصنع جاء وهو داخل في الإطار الصناعات التحويلية للولاية في حد ذاتها، في حاجة ماسة وماسة جدا، وهو كان مطلب على مدار عشرة سنين من الإخوة الفلاحين. وإحنا كمهنيين راح نترافقوا وتكون اليد في اليد إن شاء الله باش نعطيوا الإضافة للوحدة هذه اللي هو مولود جديد اللي نباركوه جميعا. ولتقريب الفلاحين من هذه المؤسسة تم تنظيم يوم دراسي خاص بمنتجي زيت الزيتون، وذلك لبحث سبل التعاون لتزويد المصنع بهذه المادة. قمنا اليوم بتنظيم هذا اليوم التحسيسي لفائدة الفلاحين ملاك البساتين أشجار الزيتون، لخلق فضاء بين الفلاحين والمستثمر لتحسين كل الممارسات الخاصة بسلسلة إنتاج زيت الزيتون وإنتاج زيت ذو جودة عالية. هذه المؤسسة احنا تساعدنا وتعاوننا كفلاحين خاصة من الناحية نتاع المعايير الجودة، وكنسوقوا احنا مطمئنين باللي المنتوج ديالنا قادرين نفسوا به اي منتج عالمي. تفعيل هذه المشاريع من شأنه دفع حركة التنمية المحلية بالولاية وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.